تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في تطبيق أحكام القانون قانون العقوبات البديلة، قامت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وبعد التنسيق مع النيابة العامة باستبدال عقوبة 176 نزيلا بمركز الإصلاح والتأهيل بعد استيفاء دراسة هذه الحالات وتطبيق الاشتراطات القانونية، وبذلك يبلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون منذ بدء العمل به وحتى الآن 5651 مستفيدا. وللمزيد حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة الشيخ خالد بن راشد الخليفة، مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخلية. أهلا بك في نشرة الثالثة. إذا 5651 مستفيدا من قانون العقوبات البديلة، ما هي دلالات هذا التوسع في تطبيق القانون؟ أتت التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالتوسع في تطبيق هذا القانون، وبلا شك حرص واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه بالعقوبات البديلة أدى إلى ترجمة التوجيهات إلى واقع ملموس ولله الحمد. ومن خلال هذا القانون الحمد لله وصل عددهم منذ بدء التطبيق، بدينا في 2018 وحتى اليوم وصل عددهم إلى 5651 مستفيد، وبفضل المتابعة الحثيثة لسيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الموقر وطبعا دعمه لمنتسبي الإدارة العامة وتوفيره أفضل التدريبات والآليات الحديثة اللي من خلالها ولله الحمد وصلت نسبة العودة إلى الجريمة إلى 2% فقط، وهذه من أهم الدلالات التي تتبين أن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة وشركائها أيضا طبعا سواء النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء مستمرين إن شاء الله في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة لكي يشمل أكبر شريحة ممكنة من المحكومين والنزلاء اللي يعني تنطبق عليهم الشروط طبعا. نعم، كيف تتم عملية اختيار الذين ستطبق عليهم أو يطبق عليهم قانون العقوبات البديلة؟ تتم عملية الاختيار بناء على معايير وبناء على شروط، ومن أهمها قياس درجة الخطورة، يعني درجة خطورة النزيل ودراسة وضعه بصورة متكاملة من خلال المقابلات التشخيصية، العوامل النفسية والاجتماعية، وبعدها يتم دراسة مدى خطورته على الأمن العام. فبعد دراسة مدى خطورته على الأمن العام في حال خروجه، يعني يتم إعداد تقارير شاملة لكل حالة وتعرض على اللجنة، وفي حال تمت الموافقة عليها يتم إرسالها إلى النيابة العامة واللي طبعا بدورها تضع رأيها، ويتم إرسال جميع الطلبات إلى قاضي تنفيذ العقاب طبعا متضمن رأي الإدارة العامة ورأي النيابة العامة، وبعدها تتم دراسة الطلبات من قبل قاضي تنفيذ العقاب ويصدر قراره سواء بالموافقة على الطلبات أو برفضها. نعم، الشيخ خالد بن راشد الخليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.